بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية الحمد لله على سلامتكم، إن شاء الله ربنا يسلم من الوباء ومن البلاء ومن جائحة كورونا، الله يسلم الجميع. أهلا وسهلا فيكم في هذا المساق، مساق اضطرابات الشخصية، هو المساق متخصص علم النفس الكلينيكي. مساق اضطرابات الشخصية هو من المساقات المهمة جدا في الطالب أو في الحياة العملية لأخصائي العلاج لتخصص علم النفس الكلينيكي. اليوم حنتكلم بشكل عام عن المادة اللي هي بين إيديكم. أنا بعثت لكم عن موديل، هو الكتاب هذا عبارة عن مرجع وريفرنس لكم، لكن في نفس الوقت أنا عملت لكم دوسية ملخص هذا الكتاب على شكل باوربوينت، على شكل سلايدات، بعثت لكم اياها على حسب الاسابيع ان شاء الله. طبعا هي تلخيص موجز للكتاب. تكلمنا فيه عن تعريفنا للشخصيه العاديه وسمات الشخصيه، وتكلمنا عن الشخصيه، اضطراب الشخصيه، انواع الشخصيه، وماذا تنقسم الى اضطرابات، كيفية انقسام، قسمنا اضطرابات الشخصية إلى 3 مجموعات. وحنتكلم على كل في هذا المساق، حنتكلم عن كل اضطراب شخصية على حدة، ومن خلال هذا الاضطراب حنتكلم على تعريفه، علاماته، أعراضه، أسبابه، العوامل المؤدية إليه، الانسيدنس، البريفالنس، قديش مدى انتشاره في المجتمع، مين أكثر، ميل ولا الفيميل. هنتكلم على دايجنوسيس كيف بنشخصه، وفي النهاية هنتكلم على التريتمنت اللي هو كومباينيشن بين السايكوثيرابي وبين الفارما سايكوثيرابي. لكن هنتكلم قبل ذلك على 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 المساق. المساق هذا هنقسمه بالنسبة للدرجات 50 درجة امتحان الكتروني و50 درجه، هتقسم على النحو التالي: حيكون هناك مشاركه عن طريق الزوم، حضور وغياب عن طريق الزوم، حيكون في كوزات على الاقل كوزين في الفصل، وحيكون ايضا واجبات، حيكون واجبين 3 واجبات او 4 واجبات خلال الفصل بين الاثنين. بدايه سوف نتحدث على البيرسوناليتي، ونبدا ان شاء الله البيرسوناليتي بشكل عام. طبعا البيرسوناليتي الشخصية انتم خدتوها في علم النفس الاجتماعي وعلم النفس النمو، وكثير مرت عليكم تعريفنا، تعريفات للشخصية. وتعريفنا للشخصية يعتمد، او تعريف الشخصية، هناك عشرات بل مئات التعريفات للشخصية، وهذا ينبثق من ايمان الكاتب، او ايمان الباحث في النظرية التي يؤمن بها. يعني هناك تعريف للشخصية من منظور العلاج، علم النفس التحليلي. هناك أيضا تعريفات متعددة من منظور علم النفس السلوكي. هناك تعريفات كثيرة من النفس المعرفي. هناك تعريفات كثيرة من منظور الجشتالت، وهكذا. وهناك عشرات النظريات النفسية في علم النفس، وكل نظرية تطرقت إلى تعريف الشخصية وعشرات التعريفات. لكن إحنا هنأخذ أبسط وبشكل عام، نأخذ تعريف من الشخصية اللي هي ما هي إلا عبارة عن ما هي إلا عبارة عن the totality of emotional and behavioral characteristics. هي مجموع العوامل العاطفية والسلوكية والنفسية والاجتماعية والعقلية that are particular to a specific person، اللي هي محددة لشخص معين. كل إنسان له شخصية التي تختلف عن غيره. شخصية يعني هي مجموعة المحددات، العوامل النفسية والاجتماعية والعقلية والجسمية. كل إنسان حتى التوائم المتماثلة التي تكون بويضة واحدة، يختلف شخصيته عن الآخر.
كما أن بصمة الإصبع زي بصمة الإنسان، بصمة الإصبع في الإنسان لا يوجد تشابه بين اثنين خط التواء في المتماثلة. ونحن هذا الشخصية نتكلم عنها اللي هي مجموعة العوامل والمحددات العاطفية والسلوكية، وصفاتها ذات a particular to a specific person بشكل محدد and that remains somewhat stable and predictable over time. يعني الشخصية هي لها سلوك محدد ولها سلوك ثابت، ولها سلوك ثابت. إذا تعريفنا للشخصية أيضا إن هي the totality of emotional and behavioral characteristics that are particular to a specific person and that remain somewhat stable and predictable over time. طبعا بإمكانك التطرق إلى تعريفات كثيرة جدا 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 على إلى تعريفات كثيرة للشخصية من مناظير أو من منظور نظريات علم النفس، وكثيرا زي مثلا نظرية التحليل النفسي اللي هي نظرية التحليل النفسي. نظرية التحليل النفسي اللي هي لفرويد، لسيجموند فرويد، اللي هو عرف أن الشخصية هي عبارة عن مجموعة العوامل المحددة للأنا والأنا الأعلى والهو، وهي عندما تكون الأنا في هناك انسجام بين الهو والأنا الأعلى هناك تكون الشخصية سوية. لكن هنتكلم عليه فيما بعد. هنتكلم الآن عن personality traits أو سمات الشخصية أو صفات الشخصية. السمة تختلف عن الصفة، اللي هي السمة معناها اللي هي أكثر ثباتا في شخصية الإنسان ولا يمكن تعديلها إلا بصعوبة جدا. يعني هي عبارة عن enduring patterns of perceiving, relating and thinking about the environment and oneself that are exhibited in a wide range of social and personal context. إذا هي صفات سمات الشخصية هي مجموعة العوامل المحددة الثابتة نوعا ما، ثابتة نسبيا في مجموعة العوامل الثابتة نسبيا. العوامل ضمن العوامل الجسمية والنفسية والاجتماعية والعقلية التي في ترافق هذا الشخص حتى النهاية. الـ personality disorder البيرسوناليتي ديس اوردرز هي اضطرابات الشخصية. البيرسوناليتي ديس اوردرز هي اضطراب الشخصية، وهي ار دياجنوست وين personality traits become inflexible and maladaptive. خلينا نفرق بين الشخصية المضطربة والشخصية السوية. الشخصية السوية هي عبارة عن انسجام وتناغم جميع الجوانب، جميع جوانب شخصية هذا الشخص. يعني احنا قلنا ان الشخصية شخصية الإنسان تنقسم إلى 4 جوانب رئيسية: الجانب الجسمي والجانب النفسي والجانب الاجتماعي والجانب العقلي. هذه الجوانب يجب أن تتناغم مع بعضها البعض، أي إذا اختل أي جانب من هذه الجوانب الأربعة، إذا اختل الجانب الواحد فإن باقي الجوانب ستختل. إذا اختل الجانب الجسمي وأصبح في اعتلال تلقائيا ستختل
ما في جوانب الشخصية الثلاث. يعني الجانب الجسمي عاد صار عنده اختلال أو اختلال، سيختل الجانب النفسي والاجتماعي والعقلي. إذا اضطراب الشخصية هو عدم تكيف، عدم التكيف وعدم المرونة في شخصية هذا الشخص. احنا قلنا انه يوجد، او حنتكلم انه عن التوافق او الادابتيشن او الادجستمنت، ان هناك نوعان من التوافق، التوافق الشخصي، التوافق النفسي بنسميه البيرسونال ادجستمنت، وهناك السوشيال ادجستمنت، التوافق الاجتماعي. التوافق النفسي، التوافق النفسي هو عباره عن ان هذا الشخص يعرف قوته وضعفه، يعرف صفات، يعرف مساوئه ويعرف محاسنه، يعرف أخطاءه ويعرف إيش ما هو قادر إليه. إذا التوافق الشخصي أو النفسي إنك أنت تعرف ما هي مكامن ومواطن قوتك وتعززها، وتعرف مواطن ومكامن ضعفك وتعدلها إلى قوة. إذا أنت عرفت وين قوتك وين ضعفك، فأنت متوافق نفسيا مع نفسك، أنت متوافق مع نفسك. لأنه عندما أقول لك من أنت، على طول يظهر في خلدك تفكر في قوتك وضعفك. إذا تفكرت أين أنت قوي وأنت ضعيف، وحاولت أنك أنت تعزز قوتك وتعدل ضعفك إلى قوة، فأنت لا شك أنك متوافق شخصيا. أما التوافق الاجتماعي فهو أن تتوافق أنت شخصيتك مع المجتمع الذي تعيش فيه. تتوافق مع رؤسائك في العمل، تتوافق مع زملائك في العمل، تتوافق مع جيرانك، تحب الناس، تتوافق مع زوجتك وأولادك، مش ترابل ميكر، تحب الناس، عفوف، ليست في عندك روح الإخاء، روح الكرم، روح ما فيش عندك أنانية، تساير وتناغم عادات وتقاليد وقيم ودين المجتمع. إذا كنت أنت كذلك فأنت متوافق اجتماعيا. إذا البيرسوناليتي، الشخصية السوية، هو التوافق الشخصي مع التوافق الاجتماعي. أن تعرف مكان قوتك وضعفك، أن تنسجم بعادات وتقاليد وقيم المجتمع اللي أنت عايش فيه، أن تعيش دون أي إحباطات ودون اكتئاب في المجتمع. ومن أين يأتي الإحباط والاكتئاب؟ عندما تنصدم بمشاكل المجتمع وأنت تكون غير قادر على حلها وغير متكيف معها، فإنك حينئذ تكون إيش؟ تصاب بالإحباط والاكتئاب وتدخل في الاضطرابات الشخصية. طيب، هنتكلم على تصنيفنا للاضطرابات الشخصية. احنا يعني حسهلها عليك. الاضطرابات الشخصية تنقسم إلى، أنا قسمت لك إياها إلى ثلاثة أقسام رئيسية أو ثلاثة مجموعات رئيسية، اللي هي 3 clusters أو cluster، cluster A، cluster B، cluster C، أو group A، group B، group C. cluster يعني عنقود وينبثق منه مجموعة من الاضطرابات. هتكلم خلال مساقنا على 10 أنواع من الاضطرابات الشخصية، وحنقسمها حسب الجروبات. ليش قلنا احنا جروب A وجروب B وجروب C؟ لأنه كل جروب يمتاز بصفات أو يتصف بأشياء تختلف عن الجروب الآخر، تختلف عن الجروب الآخر. في عندنا الجروب A أو كلاستر A، إيش هذا يمتازوا أصحابهم؟ يعني الثلاثة، حتكلم قبل ما الامتياز، حتكلم على كلاستر A اللي هو أو مجموعة A، حتكلم عن ثلاثة أنواع من الاضطرابات: البارانويد بيرسوناليتي ديس أوردر، سكيزويد بيرسوناليتي ديس أوردر، سكيزوتايبال بيرسوناليتي ديس أوردر. الكلاستر B هذول بيشتركوا كلهم في صفات معينه، اللي هي ايش انواعهم، انواع ايش اسمهم: انتي سوشيال بيرسوناليتي، بوردر لاين بيرسوناليتي، هيستيرونيك بيرسوناليتي، ونارسيستيك بيرسوناليتي.
أما كلاستر بي سي فهو ثلاثة أنواع، يعني ثلاثة وأربعة سبعة وثلاثة في الآخر كلاستر سي، اللي avoidant personality dependent personality obsessive compulsive personality. طيب الكلاستر A بماذا يمتاز هذول الناس؟ الكلاستر B بماذا يمتاز؟ الكلاستر C بماذا يمتاز؟ الكلاستر A بماذا يمتاز هذول الناس المصابين زي البارانويد والسكيزويد والسكيزوتايبر؟ هذول بيمتازوا سلوكهم انه يظهر بايش؟ بمظهر ايش؟ بمظهر انه يظهر بمظهر الايه؟ بالتفكير او السلوك الغريب والشاذ، بالتفكير او السلوك الغريب والشاذ، يعني يكون سلوكهم سام قد، يعني people whose behavior appears odd، odd غريب or eccentric أو شاذ، شاذ غريبي الأطوار، في عنده سلوكية وتتضمن اضطراب هذه الشخصية بتكون إيش؟ شخصية مرتابة، شخصية انعزالية، وشخصية خصامية، وشخصية خصامية. إذا البارانويد بيرسوناليتي ديس أوردر، سكيزويد بيرسوناليتي ديس أوردر، سكيزوتايبال بيرسوناليتي ديس أوردر، هذول سلوكهم بيمتاز بالشواذ والغرابة والسلوك الغريب وتفكيرهم شاذ وغريبي الأطوار. طيب البارانويد الكلاستر بي، الكلاستر بي او المجموعه بي اللي هي انتي سوشيال والبوردر لاين والهيستورينيك بيرسوناليتي ونارسيستيك بيرسوناليتي، هذه تتصف هذه المجموعه بالسلوك الدرامي او الانفعالي المفرط، هذول بيكون عاطفيين اوفر وانفعاليين وغير وسلوك غير متوقع ودراميين، دراميين زي الانتي سوشيال، هذه الانتي سوشيال بيرسوناليتي، يعني الانتي سوشيال يعني هي الشخصيه الانطوائيه، والبوردر لاين الشخصيه الحديه، والهيسترونيك الشخصية التمثيلية، والنارسيستيك الشخصية النرجسية. هذه هي امتياز، يعني ممكن يجيك أسئلة بماذا يمتاز كلاستر بي سلوكهم، هنتكلم على إنه بي يمتاز بالسلوك الدرامي، بالانفعاليين المفرطين، والسلوك الغير متوقع. الايه قلنا بالسلوك الشاذ والغريب. اما اضطرابات الشخصيه من المجموعه دي كلاستر سي، اللي هي تتصف اضطرابات هذه المجموعه بالتفكير والسلوك القلق المتهيج المتخوف، دائما هذول بالتفكير anxious and fearful وdepressed، وهذه المجموعه تتضمن اضطرابات الشخصية الاجتنابية زي الأفويدن، والاعتمادية زي الديبندن، والوسواسية زي الأوبسيسيف كومبالسيف بيرسوناليتي ديس أوردر. طبعا احنا زي ما حكيت لكم انا من خلال كل مجموعة حنتكلم عن كل نوع اضطراب بالتفصيل، تعريفه، أعراضه، علاماته، تشخيصه، نسبة حدوثه، وفي الآن في النهاية التريتمنت. إذا هي اضطرابات الشخصية هو أحد أنواع الاضطراب العقلي الذي تعاني فيه تصرفات وأداء ووظائف ونمط تفكير غير صحي ومتصلب، ناس لا يوجد عندهم تكيف مع الواقع ولا تكيف مع أنفسهم، بل عندهم تفكير متصلب، سلوك متصلب. تمام، ويعاني هذول الناس المصابين باضطراب الشخصية مشكلات في فهم المواقف والأشخاص، يعاني من فهم المواقف
والأشخاص والتعامل معهم، ويؤدي هذا إلى مشكلة كبيرة ووجود حدود في العلاقات والأنشطة الاجتماعية في العمل وفي البيت وفي أي مكان آخر. طبعا بشكل عام تبدأ اضطرابات الشخصية في أواخر سنوات الطفولة وبداية سنوات المراهقة ومرحلة البلوغ. هناك العديد من أنواع الاضطرابات أيضا الشخصية، قد تصبح بعض الأنواع أقل ملاحظة خلال منتصف العمر، يعني ممكن الإنسان يكون مصاب وهو لا يعلم. واحنا قلنا هذه الأعراض تدرج في خلال أعراض الاضطرابات الشخصية من خلال المجموعات اللي احنا قسمناها قبل قليل، كلاستر A وكلاستر B وكلاستر C. كل واحد مجموعة لها بعض المميزات. إذا حنتكلم على أول شخصية اللي هي البارانويد بيرسوناليتي ديس أوردر، وهو اللي هي اضطراب الشخصية المرتابة. اضطراب الشخصية المرتابة اللي هي البارانويد. ايش البارانويد ديس اوردر؟ بارانويد بيرسوناليتي ديس اوردر اللي هي اول اضطراب في مجموعة ايه. طبعا احنا قلنا عند التذكير ان المجموعة ايه تتميز بالتفكير او السلوك الشاذ الغريب. البارانويد بيرسوناليتي ديس اوردر اللي هو ابريفيسيف ديستراس اند سسبشسنس of others such that their motives are interpreted as malevolent beginning by early adulthood. احنا قلنا هذول يعني كل انواع الاضطرابات هذه تبدا في نهايه سن الطفوله، الطفوله المتاثره، وبدايه سن البلوغ او المراهقه. من صفاتها ومميزاتها انها فقدان الثقه بالاخرين، الشك الدائم بالآخرين ودوافعهم، دائما في عندهم شك من الآخرين، حتى أقرب الناس إليهم، أقرب الناس دائما بشكوا فيهم، دائما بشكوا فيهم. اثنين، إنه الشك غير المبرر في ولاء أو استحقاق الآخرين للثقة، يعني حتى أبوهم وأمهم دائما هم شاكين في أهليهم، فبالتالي مشكلتهم هي أزمة الثقة بينهم وبين الآخرين. عندهم شك، مرتابة، دائما يرتاب، عنده ثقة بالآخرين، هذه هي ودوافعهم. الشك غير مبرر في ولاء الآخرين، والاعتقاد غير مبرر بأن الآخرين يحاولون إيذائهم. واضح، هنتكلم عنه. الانسيدنس قديش، مين أكثر؟ طبعا مور كومون، الدراسات تشير إلى أن في المجتمع الميل أكثر من الفيميل، الميل المن ذان وومن، إذا مور كومون المن ذان وومن. البريديسبوزنج فاكتور اللي هو في عندنا نوعين من أنواع الأسباب المؤدية إلى البارانويد أو الشخصية المرتبة. في عندنا سبب وراثي اللي هو الهيريديتري جيني، وسبب بيئي أو أسري. البيئي أو الأسري اللي هي معاملة الوالدين لهم منذ الصغر، هي معاملتهم على القسوة، على الشك، على الإيذاء، على العدوانية، على عدم حب الآخرين، على عدم التعاون. هذه هي هذه هي ال السبب الثاني. إذا هناك نوعين من الفاكتورز، العامل الأول وراثي والعامل الثاني بيئي. كلينيكال بيكتشر، علامات الحياة أو الساين سيمتومز اللي هي على سوري كلينيكال بيكتشر، كيف نعرفهم؟ انه الشك، فقدان الثقه بالاخرين، الاعتقاد غير مبرر ان الاخرين يحاولون ايذائهم، الشك غير مبرر في ولاء واستحقاق الاخرين لهم، التردد، يعني كلها صفه
عدم ثقة وأزمة ثقة، الغضب ورد الفعل العدائي تجاه الإهمال أو الإهانة المدركة، الميل إلى حمل الأحقاد، الشك غير المبرر والمتكرر بأن الزوج، على سبيل المثال، بأن هناك يعني إنه في خيانة، يعني appear tense and irritable، دائما مشدودين، شاكين، insensitive، ما بيهتموش لمشاعر الآخرين حتى أقرب الناس إلهم، always feel that others are taking advantage of them، دائما بيحسبوا إنه الناس هي حاسداهم، وإنه إنهم يعني irritable، إنه دائما بحس الناس بيتكلموا عليهم، إنهم extremely over sensitive، حساسين لكلام الناس، don't accept responsibility for their own behavior، يعني عندهم مش أي مسؤولية لمشاعرهم. هذه هي الكلينيكال بيكتشر، الدياجنوستيك كريتيريا، كيف بدنا نشخص، اللي هي أيضا هي عبارة عن بريفيسيف ستريس اند سسبيشنس زي ما حكينا، وبعدين سسبكت وذاوت سفشنت بيزز، دائما بيجيبوا اللوم على الآخرين، بشكوا في الآخرين بدون أي بدون وجه حق أو بدون دلائل بين أيديهم، بس بدهم بين الناس انه انت دائما انه بشكوا في الاخرين بدون اي دلائل، يلقوا التهم على الاخرين. ايضا الشك غير برضه غير مبرر في خيانه الزوج على سبيل المثال، وهكذا. التريتمنت يعني علاج، حيكون في عندنا نوعين من العلاج، في عندنا سايكوثيرابي اللي هو انتربيرسونال ثيرابي، العلاج النفسي الشخصي، والسايكو اناليتيك سايكوثيرابي، العلاج النفسي بنظرية التحليل النفسي، في عندنا جروب ثيرابي، في عندنا فارما سايكو فارماكولوجي بالأدوية، في عندنا انتي سايكوتيك فور سايكوتيك سيمتومز وبيهيفير ثيرابي، يعني في عندنا كومباينيشن ما بين الدراجز وبين الايش السايكوثيرابي ابروتش، في عندنا زي البيهيفير ثيرابي والسايكوثيرابي ثيرابي وانتربيرسونال سايكوثيرابي، يعني ممكن المعالج النفسي يستخدم اكثر من ابروتش في علاج هذه الشخصيه المرتابه، ممكن يحتاج العلاج النفسي على منظور المدرسه السلوكيه، والعلاج النفسي من منظور المدرسه التحليليه، والانتربيرسونال سايكوثيرابي، العلاج النفسي الجماعي بجروب ثيرابي بالمجموعات، وايضا ممكن يكون هناك تدخل بالعقاقير النفسيه العقليه. اذا سايكوثيرابي وجروب ثيرابي، بيهيفير ثيرابي، سايكو فارماكولوجي، بعدين الانتي سايكوتيك دراجز عشان تخفف الاعراض. هذه هي البارانويد بيرسوناليتي ديس اوردر او الشخصيه المرتابه. اذا خلينا نحكي مراجعه سريعه على اول شخصيه ما قبل او قبل اللي حكيناه، حكينا انه الشخصيه ما هي عباره الا مجموعه العوامل النفسية والاجتماعية والعقلية، وحكينا إنه بشكل عام إنه إنه الشخصية إنه الشخصية أن اضطراب الشخصية هو أحد أنواع الاضطراب العقلي الذي تعاني فيه تصرفات وأداء وظائف ونمط تفكير غير طبيعي، نمط وسلوك متصلب، نمط وسلوك مرتاب، شكاك، متهيج. يعاني المصاب باضطراب الشخصية من مشكلات في فهم مواقف الآخرين والأشخاص التي أتعامل معهم، هناك بصير حاجز ما بينهم في التفكير والسلوك بينه وبين الآخرين، يؤدي هذا إلى مشكلات كبيرة وجود سلوك في العلاقات والأنشطة، يعني زي العزلة والانطواء والوحدة، وقد تدرك في بعض الحالات إصابتك الشخص باضطرابات شخصية نظرا لنمط تفكيره
وتصرفاته تبدو طبيعية بالنسبة له، وقد تلقي اللوم على الآخرين، يعني هو بيكون كاذب. عادة ما تبدأ اضطرابات النفسية بدايتها في سنوات المراهقة وسنوات بداية مرحلة البلوغ، يعني في نهاية مرحلة الطفولة المتأخرة وفي بداية سنوات المراهقة وبداية مرحلة البلوغ. هناك أنواع من الاضطرابات الشخصية، هنتكلم على ثلاثة مجموعات للاضطرابات الشخصية، وهذا ثلاث مجموعات بناء على الخصائص والأعراض المماثلة. العديد من المرضى، يعني مثلا في عندنا كلاستر A بنسميه كلاستر A وكلاستر B وكلاستر C، يعني كل كلاستر أو كل جروب يحتاج بسلوك وتفكير يختلف عن الآخر. مثلا كلاستر A اللي هي بارانويد، الشخصية المرتابة، الشخصية الفصامية، الشخصية الانعزالية. يعني مثلا تتصف المجموعة الأولى هذه اللي نتكلم عنها بالتفكير أو السلوك الشاذ، اللي بيقول هوز بيهيفير أبيرز أود أور إكسنتريك، يعني شاذ وغريب الأفكار. تمام؟ حكينا البي إن هذه الشخصية تمتاز سلوكهم بالدرامية وبتحجر العواطف وبالتهيج وهكذا. سي تمتاز بالإيش؟ بالأنكشس أو فيفول، بالمشاعر المتخوفة المتوترة اللي دائما متهيجة. تكلمنا على الشخصية الأولى بارانويد سكيزوفرينيا. البارانويد سكيزوفرينيا سوري بارانويد بيرسوناليتي ديس أوردر أو الشخصية المرتابة، وحكينا إنها هي أول فقدان الثقة أو الشك الدائم بالآخرين في دوافعهم والشك الغير مبرر والاعتقاد الثابت الغير مبرر بأن الآخرين يحاولون إيذائهم أو خداعهم. وتكلمنا عن العوامل المؤدية، وقلنا الأسباب اللي هي عبارة عن في هيريديتي وراثية وبيئية، وراثية وبيئية، طريقة معاملة الوالدين لهم. وقلنا في الانسيدنس ان الميل اكثر من الفيميل في المجتمع، وطريقه المعامله كانت منذ الطفوله في القسوه والشده والاهانه وعدم الثقه والاساءه لهم. وقلنا التريتمنت علاج، في عندنا كومبينيشن سايكوثيرابي وسايكوفارماكولوجي. والسايكوثيرابي زي ما سايكو بيرسونال زي السايكو اناليتيكال والجروب ثيرابي والبيهيفير ثيرابي والسايكو فارماكولوجي. هيك احنا خلصنا اول اضطراب في المجموعه الاولى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.